السلام عليكم، مرحبا بكم في التوتوريال الجديد. التوتوريال بتاعنا اليوم باش يحكي على اون ابليكاسيون لقيتها كيف كيف في سامسونج ابس في ستور بتاع سامسونج. الابليكاسيون عبارة على مانوال يعاونك باش تغسل الدبش بتاعك بفاصون باهية بالطبيعة مع الغسالة بتاع سامسونج ايكو بابل. فوالا الابليكاسيون بتاعنا اسمها سامسونج ايكو بابل، قلنا اسمها سامسونج ايكو بابل. فوالا فوالا كيما قاعدين تشوفوا تصويرها نتاع الغسالة بتاعنا. فوالا لهنا عندك سيليكسيون دو تيسو، تو ديبون من الدبش اللي عندك شنو. كان عندك سانتيتيك تدخل تشوف سانتيتيك كمان شنو بالضبط، تختار نوع الفيتمون شنو، نوع الدبش نتاعك شنو، انت سراول ولا شوميز ولا تو ديبون ولا سو فيتمون ولا تول ولا اللي هو. نختارو بار اكزومبل البنطلون. فوالا يعطيك شنو لي فالور اللي يلزمك تحطهم في الماكينه نتاعك باش تتحصل على نظافه باهية ومن غير ما تفزد الدبشة نتاعك. باهي اوزر هنا عندي بالنسبة لستاتيك بانطالون عندي 40 دوغري تاع التمبيراتور دو لو. ما نحطوش شغال تمبيراتور موين، تمبيراتور موين بالنسبة كيف كيف للحديد. فوالا تريتي لي تاش افون لو لافاج، جو دوا تريتي لي تاش افون لو لافاج في البروغرام هذا. Voilà, il y a des trucs et astuces pour intégrer la tâche, qui est une tâche de cahot ou de vin, tâche de hbar, tâche de dam, tâche de huile ou maquillage, voilà, chiz, roui, chocolat, chewing gum, ainsi de suite, tout ce qu'il faut faire pour le faire. Comme application, on a un tâche qui est dans la machine. الدبش نتاعنا إلي بيرمون سانتيتيك مراول. دونك باش نرجع لابليكاسيون تاعي، فوالا سانتيتيك كلو مراول. فوالا ناخو لي بارامتر تاعي هنا ونحطهم في الماكينة تاعي. فوالا نمشيو للماكينة. نحل الماكينة تاعي، بطبيعة نحط الماكينة تاعي، فوالا، نحطو بس المدوز، هنا باش نختارو، فوالا سانتيتيك، تمبيراتور ديجا 40 دوغري سيلسيوس كيما قال كيما قالت الابليكاسيون بالضبط. فوالا نجم نقص ونزيد في ليزوراج في ليتات ديس تاع ليزوراج، هنا جي ميت لا 1200. فوالا لهنا زاد كيف كيف كان عندي دبش تاع صغار ولا مراول جو لي شونجي المراول خاطر حاجة جا عندي مراول. اي فوالا الماكينة تاعي حاضرة، الافيشير تاعي يشيل اللي هي تحملها ساعتين باش تكمل. فوالا نزلت ما قعدت كان باش نزل على القرص ديبار تاع الغسيل، وهكا تبدا الماكينة تاعنا تغسل في الدبش. نورمالمون باش نحصلو على ريزولتا باهية تاع نظيفة والدبش تاعنا محافظين عليه وكل شيء. يعطيكم الصحة وإن شاء الله في تيتوريال آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.